موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، نشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في بيان مسألة انشراح الصدر، فإن هذه من أعظم الأسباب التي تعين العبد على السير إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة في أزمنة الفتن وكثرة المغريات وضعف القلوب، فيثقل على القلب ما يكون من تكليف إذا لم يأنس بالله سبحانه وتعالى. قلنا أن انشراح الصدر هو الذي يذيب هذا التكليف في مرارته وثقله، بل يتحول إلى لذة يهنأ بها السالكون إلى ربهم سبحانه وتعالى. فذكرنا أن انشراح الصدر هذا توفيق من الله، يهنأ به من أصاب هذا التقدير. قال الله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال الله عز وجل: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فيا للعجب، كيف يهنأ العباد ويعيشون عيشة هنية وقلوبهم معلقة بغير الله، وحالهم ضعيف لا يقوى على السير، فوالله لا تقطع المسافات والمفاوز في المسير إلى الله عز وجل إلا بالقلوب. فمن ضعف قلبه رق حاله وانقطع سيره. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن قوي قلبه ثبتت قدمه وانطلق كالسهم على الصراط المستقيم، لا يبالي بما يقع من الناس بل وبما يقال فيه، لا يبالي بما فاته من الدنيا وزخرفها، بل قد غض الطرف عنها، بل طلقها ثلاثا إذا تم له حاله، كما قال علي رضي الله عنه لما التفت إلى أصحابه فيما يؤثر عنه بسند فيه نظر، قال: يا دنيا غري غيري فقد طلقتك ثلاث لا رجعت فيها. هذا في ملك وسؤدد وخلافة ورياسة، إلا أنه لا يرى ذلك. هذا القلب الذي ينشرح بالله ويهنأ به رزق يطلب من الله وحده. لذا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فإذا كان طلب الكليم عليه السلام أن يشرح الله له صدره وأن ييسر له أمره، فكيف بمن ضعف سيره ولا عصمة له؟ قال الرازي: اعلم أن الله لما أمر موسى بالذهاب إلى فرعون، وكان ذلك تكليفا شاقا، ذهب إلى فرعون إنه طغى، وإن فرعون لعال في الأرض، وإنه لمن المسرفين، تكليف في مواطن الهلاك، كمن يقوم بالإصلاح في مواطن أشواك شديدة.
فقلبه لابد أن يدركه شيء من الخوف، بل وأن يفزع. لماذا لم يفزع موسى؟ ولماذا تخير السؤال فقال رب اشرح لي صدري أولا حتى لا يلتفت قلبه إلى ما يرى؟ لذا عظم ثباته ووقوفه بين يدي الله، لأنه علم من هو الله وتعلق قلبه به، ثم بعد ذلك كانت منه هذه الدعوات. فشرح الله له صدره، فلما بوغت من الجبار المتكبر المجرم فقال له فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فلا تنس نفسك يا فرعون. صدره منشرح بالرب جل جلاله. قال فلا جرم، سأل ربه أمورا ثمانية ثم ختمها بما يجري مجرى العلة لسؤال تلك الأشياء. قال الله عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. كل هذه الآيات تبين معنى واحدا، أن انشراح الصدر بيد الله سبحانه وتعالى، وانشراح الصدر بالإيمان سعادة وهناء. وقد ينتكس العبد ويتبدل حاله حتى ينشرح صدره بمعصية الله، بل وينشرح صدره بالكفر ويرضى به ويهنأ به بمخالفة ربه سبحانه وتعالى. وهنا يدق ناقوس الخطر على هؤلاء: يا محرومون، أفيقوا مما أنتم فيه، فقد فاتكم ما ذكرنا آنفا قول من أنس: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليها بالسيوف. ما الذي هم فيه؟ فقر وضعف وعوذة، لكن لا يؤبه شيء من ذلك، إنما يتكلم عن حال قلبه وصلته بربه سبحانه وتعالى. فمن عظمت فيه العطية وكثرت فيه المنح من الله وأخذ بيده إليه سبحانه وتعالى عاش عيشة هنية، حتى وإن قل ماله وفقد ولده، حتى وإن صار بين الناس منبوذا لا ذكر له، حتى قال صلى الله عليه وسلم لما سألهم عن الرجل قالوا هذا حري إذا نكح أن ينكح، وإذا خطب أن يخطب وإذا شفع أن يستشفع، ثم في الآخر قالوا بضد ذلك، قال إن هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، إن هذا الذي ترونه لا شأن له خير من ملء الأرض من مثل هذا. قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل السمين العظيم يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، يوزن ولا شأن له، إنما الموازين بالأعمال وبالقلوب وبما يكون شأنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن العذاب الحقيقي الذي يحياه في الدنيا، قال الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإن له الضنك في الدنيا يتقلب فيه فلا يهنأ بعيش مهما كثرت عليه الأموال ومهما أدرك من المناصب، لا يدرك شيئا من النعيم الذي يحياه هؤلاء وهم يناجون ربهم سبحانه وتعالى. أعظم أسباب انشراح الصدر والنور الذي يقذف في القلب بالتوحيد، وأيضا من علم من هو الله
انشرح صدره به وهنئ به سبحانه وتعالى، وكانت بغيته موحدة ووجهته مخلصة، لا يخلط في عمله ولا يشرك في نيته، بل لا يرجو إلا الله ولا يعمل لأحد سواه. فكلما اتسعت هذه الرقعة في العمل كلما أضاءت في قلبه نورا، وكلما قلت هذه الرقعة كلما زادت عليه الآثام وضعف القلب بها، حتى قال رب العالمين سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الحسن: هو الذنب بعد الذنب، ذنب ثم ذنب ثم ذنب، فيكاثر بالذنوب بعضها على بعض، فيعلو القلب الران، فيشق عليه سماع القرآن سماع متدبر وعرض الحال على الأمر والنهي، فيسمع أهوالا وكأن الأمر لا يعنيه، ويسمع وعيدا وهو متلبس بصنيعه وكأن الخطاب ليس له، لأن القلب قد علاه الران لا يستطيع النور أن يصل إليه. لذا لما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي، قال: اقرأ عليك وعليك أنزل، قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري، فافتتح بصدري سورة النساء حتى وصل إلى قوله سبحانه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال: حسبك. قال عبد الله بن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، عرض نفسه على الحال الذي يسمعه. ولما سمع عمر رضي الله عنه الرجل يقرأ قوله سبحانه وتعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، سقط من على دابته وعاده الناس شهرا لا يدرون ما به إلا أنه عرض نفسه على هذا اليوم الشديد. فأعظم الأحوال أن تعلم من هو الله فتهنأ به، فتنزل شكواك به سبحانه وتعالى، وتنزل فاقتك ببابه، فكلما حل بك داء استشفيته، وإذا حل بك جوع استطعمته، متذكرا قوله: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي يا عبادي، فيظل القلب مفتقرا لربه سبحانه، وفي افتقاره عين الغنى. فكلما زاد فقرك كلما عظم غناك، وإذا افتقر القلب لغير الله لم يزده إلا وهنا ولم يجزيه شيء من ذلك الذي يطلبه من الأسباب، بل إن الرب جل جلاله سبحانه وتعالى هو الذي يقيم العباد على ما ينفعهم وخزائنهم وأقواتهم وأرزاقهم بيده، فينشرح صدره بذلك فلا يشغله رزق ولا يقطعه خوف ولا يصرفه رجاء، بل خوفه من الله وحده ورزقه عند الله وحده ورجاؤه في الله وحده وتوكله على الله وحده. وقتها ينشرح الصدر، بل كثير من الناس لا يجد هذا الانشراح في الصدر إلا إذا تم له الإغلاق في الأسباب، فيلجأ إلى الله ويفقد الأمل، كل الأمل في هذه الأشباح التي حوله، ويجري عليه من الرزق ما يجريه الله عز وجل على محبوبه
بل وعلى خلقه جميعا. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، مع سابق علمه فيهم أنهم سينجون ثم يبغون، لكنه أعمل أسماءه وصفاته فيهم فأجزل لهم من العطاء وكف عنهم الضيق، لأنه سمع دعاءهم بعد إذ دم لهم الكرب. فقد الأمل في الأسباب إذا لجأ القلب بكليته على الله انشرح بهذا الحال، فوالله إن الضيق الذي مر به الرعيل الأول لا يعادل من الضيق بشيء، ومع ذلك كانوا أسعد الناس وكانوا أهنأ الناس، كانوا إذا جن عليهم الليل نصبوا أقدامهم يشكون حالهم إلى الله، فوالله ما أفقرهم إلى غيره وما أحواجهم لأحد سواه. فمن أيقن أن الله رازقه وأن الله معافيه وأن الله منجيه انشرح صدره مع شدة ما وقع عليه من البلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صوم الطفل ابن 9 سنوات، السنة أن يعود، ونص أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم على أنه إذا بلغ 10 سنين يحمل عليها، وكان بعضهم يقول كالأوزاعي إذا أطاق صيام 3 أيام تباعا يحمل على الشهر كله. وحديث ربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إليهم غداة يوم عاشوراء، وقد كان مفروضا وقتئذ قبل أن يفرض رمضان، أرسل إلى الأمصار من أصبح صائما فليتم صومه ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه. قالت فكنا نصوم ونصوم صبياننا، نصوم ونصوم صبياننا، ونصنع لهم اللعبة من العهن يعني من الصوف نشغلهم بها، فإذا أرادوا الطعام والشراب أعطيناها إياهم نلهيهم بها حتى الإفطار. فهذا محمول عليه على سبيل الاستحباب، وإلا ليسوا بمكلفين، فإذا تضوروا جاز أن يفطروا، لكن الولاية عليهم تكون بأن يربوا على هذه المعاني حتى إذا دخلوا على التكليف كانوا قد اعتادوها وألفوها. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.